يلا نغني مع بعض، هما 8 كلمات عن سفينة فضاء وطيور مش بتطير. كريم ثلاثة اثنين واحد خلاص مفيش اي كوكب عنده مشكلة؟ خرجوني من هنا بقى. معسكر الفضاء انطلق في اجازة صيفية ممتعة. حتى انت ببذر. انا سمعت حد بيقول بذر. اخيرا اخدت بالك؟ انت ما بتساعدناش انا واختك في الجنينة ليه؟ الوقت ده مناسب جدا لزراعة القرع العسلي. انت بتقول لو زرعناه دلوقتي اخر الصيف هيبقى عندنا قرع عسلي كبير وجميل. كلام اختك صح، هيبقى عندنا كمية كبيرة جدا عشان نعمل كل الاكلات. كفتة قرع، سلطة قرع، بودنج قرع، قرع مخلل وجميل. وكمان هنعمل له عينين، مش كده يا تيتا؟ ايوه صح يا ميمي. مالك يا ماجد؟ انت زهقان؟ خسارة ان الفيديو جيم باظ، مش كده؟ ايوه خسارة وستين خسارة. انا حاسس اني هتجنن، مش لاقي حاجة اعملها هنا. ليه ما بقاش في معسكر الفضاء زي تريفر بدل ما اكل عنب ببذر واقعد العب مصارعة صوابع مع نفسي؟ لان مفيش اي حاجة تانية تتعمل هنا غير اني ازرع قرع او افضل باصص للحيطة. انا جاتلي فكرة، انا هفضل باصص للحيطة. مؤثرة؟ مش مصدقة، مش ممكن تكون دي نظرتك للحياة أبداً. أنت مش عارف اللي بيشتكي الكتاب المقدس بيقول عليه إيه؟ افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاداً لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم كأنوار في العالم. عارف يا ماجد، لو ما قدرتش تبطل شكوى من كل حاجة اللي حواليك كلهم هيشتكوا زيك، وتبقى أنت البذرة اللي زرعت الشكوى. أنت تختار تبقى إيه؟ بذرة مكشرة ولا نجمة منورة؟ لو غيرت رأيك إحنا موجودين برا. يلا بينا يا ميمي. هو في حد يرضى يشتري عنب فيه بذر؟ ماجد مراد، احنا محتاجين لك. ايوه. لا خلاص مش عايزينك، واضح انهم كانوا حاطين البطاريه بالعكس. خلاص هيحلقوا تاني، المهم اتلغت. تخيل عندهم مشكله غريبه جدا، لو ما حلقوش مناخيرهم مره في اليوم يموتوا مخنوقين. احلق للنهارده وموتني بكره. مفيش فايده. ماجد في ايه؟ كان عندي امل اخرج من هنا. دي فكره كويسه قوي. ايه اللي بالصفحه يا صاحبي؟ ايها صحيح، هايل، واضح اننا فاضيين النهارده. استنى، انت عارف ان ده معاد الكرنفال. ايوه، ايه رايكم نلعب لعبه النشان او نروح جنينه الحيوانات؟ الاحسن نروح جنينه النباتات. جنينه، هايل. انا بحب الكرنفالات قوي. وفي سباق الجري، سباق العربيات، نلعب السكوتر. يعني ايه سكوتر؟ ده بيركبوه ويجروا. شايفين كلكم سايب ايديا. نروح الاوبرا او مسرحيه، الجنينه اللي في اخر الشارع. أوه 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 أوه.
ادوات السحر، محل الكترونيات. الكرنفال. هما هيدوني بالونة هناك. فيدو هات ماجد هنا، ميجو اطلع بينا من هنا، كريم اقلب الصفحة. الفرخة أم 44. Blob's amazing carnival. What do you see now? If you'd like to play the carnival, I will show you how. Uncle Blob's amazing carnival. We want to have fun, but our time to play at the carnival hasn't yet begun. أيوة هنا. أهلاً أهلاً يا رحالة الفضاء، إيه سبب المفاجأة الجميلة أوي دي؟ أهلاً أهلاً بيك يا أستاذ، إحنا جايين نقضي يوم هنا، عندنا النهاردة أجازة. الأجهزة بتقول في متعة. الأجهزة بتقول إنها طيب. أنا شرفني جداً وجود حضراتكم، ويسرني أني أستقبل السرب الفخم بتاعكم بنفسي وبكل نفاق. يعني انت عندك مانع نشاركك؟ لا طبعا انا ما عنديش مانع، يلا ورايا. هم راحوا فين؟ مش فاهم. انا كنت شايلهم هنا، لقيتهم اتنين بس. منورين يا جماعة، حضراتكم شرفتوا الكرنفال بتاعي، هتشوفوا الشو الروسي مش كده؟ كل أدوات الترفيه اللي موجودة عشانكم النهاردة هتخليكم تتسلوا وتستمتعوا أقصى متعة. للأسف ده كل اللي عندي، البرنطين دول للأسف الشديد، باقي البرانيت الكبيرة أخدوها الأطفال اللي هنا وخلصوها كلها. أنا بعتذر لكم جدا، لكن انتوا شايفين مفضلش غير برنطين بس. كويس، يعني عندك برانيت يكفينا كلنا. ما قلنا اتنين. امال هو كان بيقول ايه من الصبح يعني؟ شكلها حلوة قوي يا ميجو. بتقول ايه؟ شكلها حلوة قوي عليك. ابقى سلم لي عليه. Uncle Blob's amazing carnival. What do you see now? If you'd like to play the carnival, I will show you how. Uncle Blob's amazing carnival. Look, the Whirl-a-tron. The first fun ride we'll take at the carnival. Let's all go get on. بالمناسبة دي يا جماعة لازم أقول لكم حاجة، إنه قديم ورخيص وممل، بقولها بكل سذاجة. ضحك علينا. عندك حق. إيه الإحباط ده؟ أنت بتقول حاجة؟ إيه يا جماعة ما سمعتوش؟ بيقول إنها لعبة مملة. واضح جداً إنهم مش هيستمتعوا باللعبة دي أبداً. أنا بيتهيالي لو في سلحفة ما عندهاش غير رجل واحدة ماشية في علبة صمغة هتبقى أسرع من كده مليون مرة. معاك حق إنه ما يعجبكش يا أستاذ، في لعبة أحسن في المجرة اللي جنبنا. بقى دي لعبة ممتعة دي، أنا لو عايز أدوخ بخلي ميجو يسوق شوية وأنا أسوق شوية. وكلامك قاسي شوية عليا، لكن أنا برضو حشيلك في عينيا. رغم إن كل الألعاب دي ممتعة، لكن انتوا مركبتوش ولا لعبة. طبعاً مش هتقدروا تستمتعوا لأنكم بدأتوا تشتكوا. مش معقول، أنا مش مصدق إننا جينا هنا، المكان ده طلع وحش قوي، إزاي اخترتوا؟ ماجد اللي قال نيجي هنا، كانت أسوأ فكرة اقترحها من ساعة ما قابلناه.
أنا مش فاهم فيه إيه. واضح إنهم مش مبسوطين. أنا مستغرب، في حد ما يستمتعش بمكان زي ده؟ فعلاً ده مكان جميل جداً. ده مكان مقرف. أنا مش مصدق إنك وافقت إننا نيجي هنا. أنا؟ إيه؟ أنت بتكلمني؟ كرنفال العم بوب، هتشوفه رايح جاي. سهل جدا تشتكوا منه، انا بس هوريك ازاي. ايه الحكاية يا عم بلوب؟ انت قلت ايه الحكاية يا عم بلوب؟ انت قلت هنتبسط. هنتبسط امتى بقى؟ بعدين بقى. هو انا وداني خرفت ولا الزباين بتوعي فعلا مش مبسوطين؟ مش عايزكوا تقلقوا، انا شايل لكم الاحسن للاخر، وانا متاكد ان اللعبه الاخيره دي هتعجبكم جدا. المكان ضيق عشان كده هتخشوا واحد واحد. الاول يتفضل. غريبه، احنا لازم نعرف ايه اللي بيحصل. مظبوط. ايوه كده، اطلع السلمه وادخل من هنا كده. مش معقول. اللي بعده. ايوه برافو كده، من هنا، خلي بالك. بيزموف البهلوان المدهش. ماجد ايه اللي بيحصل؟ ما انا بشوف اهو يا فيدو. استنى، ازيك؟ انت انبسطت في الكرنفال النهارده؟ لا. صوص التفاح. مش معقول. كبيرة، تعال وراي. ها يا أولاد، مين اللي بعده؟ منورنا هنا، شكلك كده بتدور على اصحابك. ميجو زيجو اوعوا تشتكوا، انتوا في خطر. اسكت خالص. زعقوا بحقكم خالص، مهما حاولتوا تنقذوهم مفيش فايده. يعني سكتوا، المهم انكم تفرحوا لانكم وصلتوا للنهايه. اسمحوا يا وصلتوا كده. مش وقته يا كريم، احنا في خطر. اوعوا تخافوا يا جماعه، انا حديكوا احسن كراسي عندي. هو الولد راح فين؟ للاسف مش هيستمتع معاهم. مش فاهم يا عم بلوب، ليه بتعمل كل ده؟ وديت صحابنا فين؟ والاطفال؟ انا رجل اعمال، زي ما انتوا شايفين الكرنفال ده جزء بسيط جدا من استثماراتي. شغلتي هنا اني افضي الكوكب. ها؟ اخد فلوس على كل واحد يمشي. أوه. وفترة بسيطة الكوكب ده كوكب ار ان ار هيبقى ما فيهوش سكان. ليه؟ شكرا انك سألت. انا بضغط زوار الكرنفال وبحولهم لبذور شكوى. كل اللي انا محتاجه مجموعة يكون عندها استعداد للمشاركة. ايه انا كده سريع قوي، مش شايف حاجة.
أنا بزرع شوية بذور شكوى على الكوكب وتفضل شكوتهم تكبر وتنتشر. بكده عدد السكان يفضل يقل لحد ما الكوكب يبقى غير صالح للمعيشة ويبقى لازم السكان يسيبوه كلهم. مش ممكن. وكله حسب طلبات العملاء اللي بيدفعوا لي كويس قوي بصراحة. دي أفضل طريقة، محدش يحب يعيش مع شخص شكاي. وبعد ما الكوكب يفضى البذور تتشال وتترمي ويبقى فيه فرصة لبناء عالم جديد. انت بتقول بتتشال وتترمي؟ ايوه قلت كده. شايف اهو ده اللي بيحصل بالظبط كده. امسكوا نفسكم وكملوا، مش كل حاجة بقت فزة. خلونا نشوف مين اللي بعده. انت انبسطت في الكرنفال النهاردة؟ لا الحقيقة أنا ما اتبسطتش، لازم أقول إن قضيت هنا وقت ممل جدا. أنا جيت هنا علشان أستمتع، لكن ما فيش أي حاجة في المكان ده خلتني أستمتع خالص من أول ما وصلت. وبصراحة أنا مش هممني إذا كان كلامي ده هيزعل حد ولا لا، لكن أنا ما بغيرش رأيي. أها أنت جيت، أنا قلت ما ينفعش تفوتك اللعبة. المكان ده ما تخافش. اضرب. ماجد. كمان ها هتشوف. نزلني بالراحة، أنا كنت متوقع إن المكان هنا أحسن من كده. كوكب ار ان ار قرب يتملي ببذور الشكوى. زيجو ميجو وكل الاطفال اللي بره، انا ماجد، اسمعوني، لازم تبطلوا تشتكوا. انتوا دلوقتي تحولتوا لبذور شكوى هتتنقل لكل اللي حواليكوا. حاولوا تبتدوا تفكروا في الحاجات الكويسه، وبعدين اعملوا كل حاجه من غير شكوى ولا جدال، وهتلاقوا نفسكوا بتلمعوا زي النجوم اللي في السماء. بدأوا يستجيبوا. برافو عليكم يا جماعة، اشكروا أكتر، اشكروا ربنا على كل حاجة. أنا عجباني قوي ريحة غاز الهيليوم اللي جوه اللمبة هنا. وأنا شايف إن الواحد يبقى بذرة محطوطة في علبة ومتعلقة في شعاع ليزر مش حاجة وحشة قوي. النهاردة لقينا حاجة نعملها. استنى هنا يا عم بلوب، فيدو هاتو. لا لا بلاش، أنا حاجة لوحدي. بس الأول أنا طبعاً في كرامكو، ياريت بس تسمحوا لي أدخل أصله ممكن؟ اتفضل، بس خلص بسرعة. يا حضرات دي كانت فرصة سعيدة جداً، بس ما عطلكوش. لو عايز تمشي يبقى لازم تمشي. ودلوقتي حسجل انه في يوم كريم معاد الشاي. في يوم معاد الشاي، شكرا يا كريم. كل الاولاد اللي تحولوا لبذور رجعوا لحالتهم الطبيعيه بسرعه، وبقوا اعقل من الاول والمع من الاول. وبعد انتظار دام لساعات أدركت أخيراً إن العم بلوب مش هيخرج تاني من الحمام اللي دخل. أنا شايفكم.
النوم يا حبايبي، تصبحوا على خير، اوعوا تنسوا تصلوا. شكرا على نور الشمس وعلى جنينة تيتا، يا رب ساعد بذور القرع بتاعتي تكبر بسرعة. وشكرا على كل الحاجات الحلوة اللي ممكن اعملها في بيت تيتا، وانك ساعدتني عشان ما بقاش بذرة من بذور الشكوى. وكمان حافظ على بابا وماما في رحلتهم، ويا ريت تساعد تيتا انها تنسى حكاية القرع المخلل دي. وانا نفس الحكاية. امين.